حالة الطقس أيضا ولكن عالميا، حيث أربكت العاصفة جوناس الثلجية التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة حركة الملاحة في عدد من المطارات، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإغلاق مطارات عدة على الساحل الشرقي. وتم إلغاء ما يزيد عن 8000 رحلة في المطارات الأمريكية بعدما وصل ارتفاع الثلوج إلى 60 سنتيمترا في العاصمة واشنطن و30 في نيويورك، وشهد الساحل الشرقي سقوط الثلوج لنحو 30 ساعة دون توقف، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا. عدد من الولايات حالة الطوارئ، كما تم إيقاف شبكة النقل العام، مما أثر على نحو 80 مليون شخص يسكنون المناطق التي تشهد تساقط الثلوج.